معنا تقرير الأول عن إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً واللي انتهت بين إعمار المنازل في قرية خور عواضة في أسوان، وتم فرشها بالكامل، وكانت الأولوية في معايير الاختيار لمنازل ذوي الإعاقة والأرامل والسيدات المعيلات. المبادرة دي أيضاً وفرت مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها من الانتقال من دائرة العوزة والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج. ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر، شهدت محافظة أسوان افتتاح قرية خور عواضة، وذلك بعد إعمارها وفرشها بالكامل بمتابعة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. شهدت القرية الانتهاء من إعادة إعمار 20 منزلاً في وقت قياسي مع مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، حيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من ذوي الإعاقة والأرامل والسيدات المعيلات. واشتملت عملية إعمار المنازل المتهالكة على عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية وأيضاً تركيب الكهرباء فضلاً عن تأثيثهم بالكامل. أعمال إعادة إعمار القرية جاءت في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن التعاون الدائم والوثيق مع محافظة أسوان، وذلك من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتدشين مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة قبل سنوات، وقد نجح في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة. كما اشتمل مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أيضاً على تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.